السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة من جديد في محاضرة جديدة. سنتعرف من خلال هذه المحاضرة على مجموعة من الدوال ووظائف تلك الدوال في برنامج الماتلاب. نذكر ببعض المعلومات المهمة التي أخذناها في المحاضرة السابقة أو المحاضرات السابقة. قلنا أن برنامج الماتلاب يتعامل مع ثلاث بيانات أساسية: السكالر أي الكميات العددية يكون دائما حجمها واحد في واحد. النوع الثاني من البيانات هي الفيكتورز يعني المتجهات، وتكون على نوعين: إما رو فيكتور أي متجه صف مكون من صف واحد ومجموعة أعمدة، أو كولوم فيكتور أي متجه عمود مكون من عمود واحد ومجموعة صفوف. والنوع الثالث من البيانات اللي هو الماتريكس أي المصفوفات، وتكون ذات أحجام مختلفة M في N، وقلنا الـ M هي رمز الصفوف و N هي رمز الأعمدة. الدالة الأولى التي سنقوم بتطبيقها دالة SQRT مثلا للعدد 100، ننقر على المفتاح Enter ينطيني العدد 10. إذا دالة الـ SQRT هي دالة الجذر التربيعي للعدد المحصور بين القوسين. دالة الجذر التربيعي SQRT. نلاحظ من خلال هذه الدالة وجميع الدوال التي سنأخذها إن شاء الله أنها تكتب بالحروف الصغيرة حصرا بالسمول لتر. كذلك عند استخدام الدوال في برنامج الماتلاب نستخدم معها الأقواس الهلالية. الأقواس الهلالية تتذكرون في المحاضرات السابقة استنتجنا أو حصلنا على الجذر التربيعي مثلا للعدد 100 بالطريقة الآتية، أي باستخدام الكاروت الأس، وحصرنا النصف بين قوسين، و يعني تعرفنا على فائدة حصر عملية القسمة بين قوسين. أيضا بهذه الحالة ينطيني الجذر التربيعي للعدد 100 بهذا الأسلوب. هنالك أسلوب ثالث أيضا، بدل أن نكتب بين قوسين نصف مباشرة نرفع المئة للأس 0.5، أيضا نحصل على نفس النتيجة. إذا هذا أسلوب آخر لإيجاد الجذر التربيعي للعدد. وهنالك أيضا دالة أخرى تسمح لي بإيجاد الجذر التربيعي فما فوق لأي عدد مطلوب. فمثلا هذه الدالة اسمها nth root. nth root يعني ترجمتها باللغة العربية هو الجذر النوني بين قوسين الجذر أو العدد المطلوب إيجاد الجذر له فارزة دليل ذلك الجذر. فمثلا الجذر التربيعي دليله 2، الجذر التكعيبي دليله 3، الجذر الرابع دليله 4، وهكذا. فإذا أسد القوس وأنقر على مفتاح Enter راح ينطيني أيضا النتيجة ذاتها. إذا إما أستخدم الـ SQRT لإيجاد الجذر التربيعي، أو أستخدم الأسلوب الكاروت يعني علامة الرفع، أو أستخدم دالة الـ Nth root. مثلا أطبق الـ nth root لإيجاد الجذر التكعيبي مثلا للعدد 8. العدد 8 المطلوب إيجاد الجذر التكعيبي له. قلنا الثلاثة هي دليل الجذر. هذه الثلاثة هي دليل الجذر، أما الثمانية هو العدد المطلوب إيجاد الجذر له. عند النقر على مفتاح Enter سينطيني العدد 2. دالة أخرى أيضا من دوال برنامج الماتلاب اللي هي دالة الـ ABS. ABS للعدد 3 مثلا، أنقر على مفتاح Enter ينطيني الناتج 3. وإذا أطبقت الدالة ABS لعدد سالب كأن يكون أيضا ناقص 3، أنقر على مفتاح Enter يكون العدد 3. إذا دالة الـ ABS هي دالة القيمة المطلقة. دالة
القيمة المطلقة ABS. طبعا أذكركم أن دالة ABS لها وظيفة أخرى مع الأعداد العقدية، مع الأعداد العقدية، أي تعطيني ناتج أو وظيفة أخرى إذا أستخدمها مع الأعداد العقدية، وسأتناولها إن شاء الله عندما نأتي إلى الدوال المستخدمة في الأعداد العقدية. الدالة الأخرى هي دالة الـ EXP. في الرياضيات عندما نقول E للأس، E للأس، E to the X، E to the something، يعني هي دالة الـ exponential. ومثل ما تعرفون في الرياضيات أنه دالة الـ E exponential قيمتها 2.718 على ما أعتقد، يعني 2 point something. فإذا أتحقق من قيمة دالة الـ exponential راح أرفعها للأس واحد، فأقول EXP للأس واحد راح ينطيني قيمة الدالة اللي هي 2.7183. إذن دالة الـ E to the X في الماثلاب تكتب EXP. دالة أخرى هي دالة الفاكتوريال. فاكتوريال مثلا العدد 5، عند النقر على مفتاح انتر راح ينطيني الناتج 120. وحوضح هذه الـ 120 كيف أتت. هي أتت من خلال الطريقة أو العملية الحسابية الآتية: 5 في 4 في 3 في 2 في 1. إذا تلاحظون 5 في 4 في 3 في 2 في 1 ينطيني أيضا 120، أي معناتها وظيفة الدالة factorial هي إيجاد مفكوك العدد، مفكوك العدد أو نسميها أيضا مضروب العدد، حاصل ضرب العدد في الأعداد الأقل منه. 5 مثلا هي 5 في 4 في 3 في 2 في 1. طبعا صيغة الفاكتوريال أو مفكوك العدد أو مضروب العدد في الرياضيات هو أن يكتب العدد وبجانبه هذه العلامة، علامة التعجب، هذا هو المقصود بالمفكوك في الرياضيات. الدالة الأخرى هي دالة الراوند. راوند وأفتح قوس مثلا 2.3، أسد القوس، أنقر على مفتاح انتر راح يعطيني الناتج 2. إذا 2.3 الناتج 2. إذا أقول 2.4 سيكون الناتج أيضا 2، لكن إذا أزيد الكسر العشري وأعمله مثلا 0.5، أنقر على مفتاح انتر راح يتغير الناتج من 2 إلى 3. إذا أزيد أيضا الكسر العشري مثلا أجعله 0.9، أيضا الناتج سيتغير إلى 3. إذا دالة الراوند هي دالة التقريب الرياضي، دالة التقريب الرياضي. ومن معرفتنا بالتقريب الرياضي أن العدد يقرب إلى العدد الصحيح الأقل إذا كان الجزء الكسري 1، يعني 0.1 إلى 0.4. أما العدد يقرب إلى العدد الصحيح الأكبر إذا كان الجزء الكسري أو العشري من 0.5 إلى 0.9. هذه وظيفة الدالة راوند، هي التقريب الرياضي. هنالك دالة أخرى أيضا فيكس، فيكس أوف 2.1، أسد القوس، أنقر على مفتاح انتر ينطيني الناتج 2. إذا أطبق الدالة مثلا fix 2.9 وأنقر على مفتاح انتر أيضا يكون الناتج 2. إذن هذه الدالة الfix وظيفتها فقط إظهار الجزء الصحيح من العدد، الجزء الصحيح من العدد، يعني إذا كان العدد بجزء صحيح وجزء كسري فقط الدالة فيكس هي التي تقوم بإظهار الجزء الصحيح وإهمال الجزء الكسري.
دالة أخرى هي دالة اللوج، لوج، وأفتح قوس مثلا واحد وأسد القوس انتر. دالة اللوج هنا معناها رياضيا هي دالة اللين، دالة لين، وعندما نأخذ لين للواحد يكون الناتج صفر كما تعلمنا في الرياضيات. إذا دالة اللوج L-O-G، L-O-G هي دالة اللين في الرياضيات. لكن إذا كتبنا بجانب دالة اللوج عدد، كأن نقول لوج وبجانبه العدد 10 للعدد 100 مثلا. دالة اللوج، لوج 10، هذه الدالة معناتها بالرياضيات هي دالة اللوغاريتم للأساس 10، دالة اللوغاريتم للأساس 10. إذا يكتب الأساس، إذا يكتب الأساس بجنب هذه الدالة، لاحظوا هذه العشرة معناتها دالة اللوغاريتم هي للأساس 10، والمطلوب هو تطبيق دالة اللوغاريتم للأساس 10 للعدد 100، أي يحول العدد 100 إلى أساس 10 مرفوع لقوة معينة. فمثلا 100 هي 10 للأس 2، 100 هي 10 للأس 2. فعندما أطبق دالة اللوغ لأساس 10 للعدد 100 راح ينطيني الناتج 2، أي يأخذ فقط أس العشرة. فإذا أقرأ على المفتاح انتر راح ينطيني الناتج 2. إذا طبق الدالة لوغ 10 للعدد ألف مثلا، ماذا تتوقعون سيكون النتيجة؟ نعم، النتيجة هي 3، أي أن الألف يتحول إلى أساس 10 للأس 3. فعندما أطبق لوغ 10 للألف راح يعطيني الناتج 3 اللي هي أس العشرة. أيضا هنالك دالة أخرى هي دالة لوغ، لوغ ولكن للأساس 2، للأساس 2. كل عدد تطبق عليه هذه الدالة يحول لأساس 2 مرفوع للقوة معينة. فمثلا لوغ 2 للعدد 8، عفوا العدد 8. إذا سنقوم بتحويل 8 إلى أساس 2 مرفوع للأس 3، 2 للأس 3 هو 8. فعندما أطبق لوغ 2 للعدد 8 راح نأخذ فقط أس الأساس 2 لهذا العدد وهو 3، فيكون الناتج 3. طبعا هنالك المزيد والمزيد من الدوال، لكن أحب أذكركم بدالة اللوغ، أو حتى نميز بين اللوغ لأساس 2 واللوغ لأساس 10 واللوغ لوحدها. فاللوغ لوحدها بدون أي رقم بجانبها معناتها هذه دالة لين، دالة لين. أما اللوغ وبجانبها 10 معناتها هذه دالة لوغاريتم، دالة لوغاريتم، والعدد الذي بجانبها هو الأساس كما هو الحال للعشرة والاثنين. أيضا من جملة الدوال التي يمكن تطبيقها في برنامج الماتلاب هي دوال، أو الدوال المثلثية، الدوال المثلثية، يعني دالة الساين، الكوساين، التان، السيكن، كوسيكن، كوتان إلى آخره. فإذا أطبق دالة الساين، قبل أن أطبق دالة الساين أحب أن أنوه لكم أن برنامج الماتلاب يتعامل أيضا مع الزوايا بالنصف قطري وبالتقدير الستيني. يعني إذا أقول باي، نستدعي قيمة الباي اللي هي قيمتها 22 على 7، أو قيمتها بالعشور بالكسر العشري 3.1416
على ما أظن. نعم 3.1416 هذه قيمة الباي المخزونة أصلا في ذاكرة الماثلاب، لا يمكن التلاعب بها. فعندما نستخدم دالة الساين مثلا أقول باي باي 6 وأسد القوس، هنا الزاوية باي على 6 تكافئ الزاوية 30 بالتقدير الستيني أو الدرجات، فإذا أخذ الساين لها يكون الناتج نصف. الباي باي 6 هي المقصود بها دالة أو زاوية الثلاثين بالتقدير الستيني أو الدرجات، والباي باي 6 هو بالتقدير النصف قطري. إذا أتعامل مع الدرجة أو الزاوية بالدرجات فأغير الدالة وأقول ساين دي أي ساين ديجري، وبين قوسين أكتب الزاوية نفسها بالدرجات 30 وأسد القوس وأنقر على مفتاح انتر، راح ينطيني الناتج نفسه 0.5. إذن إذا أتعامل مع الزوايا النصف قطرية، إذا أتعامل مع الزوايا النصف قطرية أي بالتقدير النصف قطري، أستعمل الدوال المثلثية ساين كوساين تان سيكن كوسيكن كوتان إلى آخره مثل ما هي. أما إذا أستعمل الزوايا بالتقدير الستيني أو الدرجات فأضيف الحرف دي إلى دالة الدالة المثلثية، فأقول ساين دي أو كوساين دي أو تان دي إلى آخره. الدي هنا تعني الدجري الدرجات، وأكتب الزاوية بين القوسين بالتقدير الستيني أو الدرجات. طبعا الدوال الأخرى اللي يتعامل معها برنامج الماتلاب كثيرة، مثلا الدوال المثلثية العكسية يعني ساين انفرس كوساين انفرس إلى آخره، وكذلك الدوال المثلثية الزائدية ساين هايبربوليك إكس وساين هايبربوليك واي إلى آخره، كوساين هايبربوليك تان هايبربوليك إلى آخره. فمثلا الساين تكتب ساين كما هي، لكن الساين انفرس تكتب اساين، يعني ساين انفرس هي بالبرمجة بالماتلاب اساين. فمثلا الدالة او الزاوية او الجيب العكسي للزاوية 0.5 او 0.5 المفروض ينطيني العدد باي باي 6 او الدالة، طبعا هاي بالتقدير النصف قطري، الباي باي 6 واضح يعني 0.5236 الى اخره. فاذا الدالة المثلثية العكسية تكتب اساين اكوساين اتان اكوتان اسيكن اكوسيكن الى اخره. هذا ما أردت أن أطرحه في هذه المحاضرة من دوال ووظائف لهذه الدوال، وهنالك أيضا دوال كثيرة ستمر علينا، لكن هذه هي الدوال الأساسية التي سأستخدمها إن شاء الله مستقبلا. أتمنى أنكم قد استفدتم من هذه المحاضرة، وأنا مستعد لأي سؤال أو استفسار عبر تعليقاتكم عن طريق الكلاس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.